الراديو 90 90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من باب رزق على الراديو 90 90 هواها مصري مع يسري الفخراني. الكلمة الحلوة اللي ممكن إننا نقولها وممكن إننا نبخل إننا نقولها، إن ممكن إننا نكون في وقتها بالضبط الحد محتاجها نقولها له فتسعده وتفتح أبواب الحياة في وشه وتفتح أبواب البهجة وتخليه يقف على رجليه ويستمر ويقاوم كل الظواهر بتاعة الإحباط والفشل والكسل وكل الحاجات دي كلها، واللي ممكن إننا نقول لا يا عم احنا بالنا مش قايلينها، واللي يحصل يحصل، وللأسف بيحصل حاجات كتير جدا جدا سلبية نتيجة غياب الكلمة الحلوة اللي في وقتها واحد، واللي في مكانها اتنين، واللي يستحقها شخص فعلا موجود في حياتك. تخيلوا الكلمة الحلوة، يعني امتى كده اخر مرة انت قلت لحد يستحق كلمة حلوة، قلت له كلمة حلوة في لحظتها؟ يعني تسلم ايدك لزوجة عملت لك أكلة حلوة، عملت موقف جميل، ضحكت في وشك، ساعدتك، سندتك، طبطبت عليك، كل الحاجات الحلوة الجميلة دي، امتى قررت انك تقولها من قلبك الكلمة الحلوة اللي كل واحد فينا مستنيها؟ سواء بقى يعني قلتها لزوجتك، زوجتك قالتها لك، او يعني قلتها لولادك، اولادك قالوها لك، قلتها لحد بيشتغل معاك، لزميل، لصنايعي ايده تتلف في حرير جه يعمل لك الشغلانه كده زي الفل وحلوه وجميله. طيب نعكس بقى، امتى اخر مره حد فاجئك وقال لك الكلمه الحلوه في وقتها برضو، في وقتها ولانك تستحقها ولانك منتظرها؟ امتى فعلا اخر مره اتقال لك الكلمه الحلوه دي؟ الكلمة الحلوة دي سر يعني سر ومفتاح وحاجات كتير قوي احنا محتاجين اننا نضيفها لحياتنا في التفصيلة الصغيرة اللي بقت ايه، يعني يا اما بنكسل اننا نعملها، يا اما نقول لا مش هنعملها عشان اللي قدامنا ما يعني ما يفهمهاش غلط. معقولة حد يفهم الكلمة الحلوة غلط؟ بالعكس، احنا محتاجين جدا اننا هذه التفصيلة الصغيرة جدا اللي تايها عننا اننا نرجعها، مهما كانت زحمة الدنيا وزحمة الحياة ومشاغلها، ومهما كان يعني حالة البخل في المشاعر اللي بقينا للأسف يعني بقينا فعلا بخل في مشاعرنا كتير جدا، وخاصة المشاعر الحقيقية. تخيلوا كم جوازة باظت كان ممكن تنقذها كلمة حلوة حقيقية في وقتها في مكانها، حد من الطرفين يستحقها. تخيلوا كده، فكروا كده في كل حالات الطلاق اللي بتحصل كل 6-7 دقايق في مصر. كلمة حلوة كانت ممكن تعمل ايه؟ كلمة حلوة كانت ممكن ترجع الطرفين تاني يقعدوا على الترابيزة في وش بعض كده ويتحاوروا، يعملوا حوار من أول وجديد، يتكلموا، يجيبوا اللي عندهم، يقولوا اللي عندهم، يشوفوا ممكن مين اللي غلطان في إيه، وممكن مين اللي قال أو عمل أو نفذ حاجة حلوة فتتحط على الترابيزة وكل واحد إيه يتحاسب. إذ ربما الكلمة الحلوة اللي احنا أجلناها أو طنشنا إن احنا نقولها أو تكاسلنا على أننا نقولها للطرف التاني، إذ ربما هذه الكلمة البسيطة الصغيرة المنمنمة الحلوة الجميلة ممكن يعني تنقذ حاجات كتير جدا في حياتنا، حتى ممكن جدا تنقذ علاقات بين آباء وبين أبنائهم. سواء الآباء قالوا كلمة حلوة فعلا في مكانها يستحقها الأطفال من غير ما يحسوا ان ده ممكن يخلي الأطفال يتمرعوا ولا يتغيروا ولا يفتكروا ان هم أكبر من الثواب والعقاب، أو انه الولاد نفسهم يقولوا لآبائهم كلمة حلوة يستحقوها على تعبهم وسهرهم وشقاهم وحرمانهم وكل الحاجات بقى اللي ممكن اننا نتكلم عنها في العلاقة بين الآباء والأبناء. تخيلوا قيمة هذه الكلمة البسيطة اللي احنا كتير فعلا بنسها، هنمشيها اننا بننسى، هنمشيها اننا بنكسل،
لكنها في الحقيقة لازم نعمل كده دوائر حمراء كتير جدا ونشوف امتى نسينا او تكاسلنا او صهينا اننا نقول كلمة حلوة حقيقية لحد في وقتها وفي مكانها. هطلع فاصل ونرجع نكمل، عندنا كلام حلو كتير عايزين نقوله وعايزين فعلا ندعو وندعم الكلمة الحلوة. يا سلام على جمال الكلمة الحلوة لما كمان تبقى ايه جاية مع ابتسامة جميلة كده وفعلا تبقى طالعة من القلب. الكلمة الحلوة دي شايلة حاجات كتير، شايلة كنوز وشايلة اسرار كتيرة جدا. تعالوا نحاول اننا نكتشفها وتعالوا تاني نفكر نفسنا بأهمية وقيمة الكلمة الحلوة. أستاذ فريد لطرش بيقول والكلمة الحلوة اللي في بالي أزعل لو غيرك ألهالي. بس أنا عايز أختلف مع الأستاذ فريد الأطرش إن الكلمة الحلوة لازم تتقال من أي حد شايف إن في حد في الحياة حواليه فعلا عمل حاجة ليها قيمة تستحق الكلمة الحلوة. مش مهم بقى تيجي من اللي ببالي تيجي من اللي مش في بالي، المهم تيجي في وقتها وتيجي يعني بقيمتها كده وحقيقتها. أستاذ نجيب محفوظ الحقيقة الأديب الكبير أستاذ نجيب محفوظ لما ندعبس كده في كل الحاجات اللي سابها لنا في الروايات الجميلة والقصص الجميلة والمقالات العظيمة جدا، هتلاقوا للأستاذ نجيب محفوظ كلام كتير عن الكلام أو كلام كتير عن الكلمة الحلوة أو كلام كتير عن قيمة الكلمة الحلوة. من ضمن الحاجات اللي قالها الأستاذ نجيب محفوظ إن الكلمة بنظن إنها سهلة لكنها من أصعب ما يكون لأنها الحقيقة ولأنها تحمل سر سعادتنا وسر تعاستنا في نفس الحروف، وده حقيقي. واللي قاله الأستاذ نجيب محفوظ بيفسر بكل وضوح أهمية أننا نختار كلمتنا وإحنا بنقولها. في كلام كمان يعني عايزين نتكلم زي ما بنتكلم عن الكلمة الحلوة، نتكلم عن الكلمة الدبش، ما ملهاش وصف تاني بصراحة. الكلمة الدبش، الكلمة اللي بتتقال كده إيه يعني تلاقي حد في وشك أمرميلك كلمة ملهاش أي معنى وملهاش أي يعني تفسير. وللأسف في كتير جدا من بيوتنا اللي بيحصل فيها مشاكل كتير ما بين الطرفين ما بين الزوجين بتبقى جزء كبير منها سببه الكلمة الدبش مش الكلمة الحلوة بقى. والطبيعي طبعا الكلمة الدبش بتغيب الكلمة الحلوة لأنه اللي بيختار كلامه من الطوب والحجارة ويعني والحديد وكل الحاجات الصلبة ويرميها في وش أي حد أكيد بيبقى مفتقد القدرة على أنه يقول الكلمة الحلوة. تلاقي يعني الحوار كده إيه ما بين زوجين فجأة تحول إلى كل واحد بينقي أصعب وأتقل وأسخف كلام عشان يقوله للطرف التاني. أرجع أقول لحضراتكم تاني كما قال الأستاذ نجيب محفوظ، الكلمة رغم أنها بتبدو سهلة جدا 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 معمولة من شوية حروف إلا أن نفس الحروف دي هي اللي بتحمل سعادتنا وبتحمل تعاستنا. نفس الحروف اللي بتكون كلمة أمل هي اللي بتكون كلمة ألم للأسف. فازاي نقدر نرتب الحروف؟ يعني عندنا صندوق من الحروف نقعد نرتب فيه الحروف الصح، الحروف اللي تعمل حالة من البهجة وحالة من السعادة وحالة من الجمال. لأنه خلي بالكوا الحياة دي كلها قايمة على الكلمة، قايمة على كلمة من هنا وكلمة من هنا، المعاهدات بين الدول قايمة على الكلمة. الحروب اللي قامت الحروب الكبيرة والعظيمة قامت بسبب كلمة، زي ما الأستاذ إحسان عبد القدوس قال الكلمات بتخلق قصص الحب وبتصنع قصص الحب، وكمان نفسها الكلمات هي اللي بتخلق وبتصنع قصص الحرب. ده صحيح، ده موجود وده موجود. صندوق الحروف فيه الحروف اللي ممكن تعمل كلام حلو وجميل ويخلي الحياة أجمل، وصندوق الحروف يقدر يعمل الكلام القاسي، الكلام الصعب، الكلام اللي بدل ما يجمع يفرق وبدل ما يسعد يحزن. في كلام كتير جدا جدا نقدر اننا بس ايه نعيد ترتيب الحروف. ارجع تاني اقول لحضراتكم ان مأساة الوقت اللي احنا فيه هو مأساة الكلمة الحلوة.
مأساة غياب الكلمة الحلوة الحقيقية الصادقة اللي في وقتها واللي في مكانها للي يستحقها ومين اللي يستحقها. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة، الكلمة اللي رزق كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، رزق عظيم جدا 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 لو قدرنا اننا نستخدمه في مكانه، نستخدمه في محله. رزق الكلمة، يا رب دايما يرزقنا رزق الكلمة الحلوة. ويفضل دايما السؤال، ليه بنستنى نقول الكلام الحلو، الكلام الحقيقي، الكلام اللي المفروض يتقال بعد ما الإنسان يموت، يرحل، ما يبقاش قادر يسمع بنفسه الكلام الحلو اللي يستاهله أو يقرأ بنفسه الكلام اللي هو فعلا يستحقه. ظاهرة بقت موجودة في حياتنا إننا بنأجل نأجل نأجل الكلام اللي مفروض نقوله لصاحب نصيبه، والكلام اللي أنا بقصده هو الكلام الحقيقي، الكلام اللي يستاهله، الكلام اللي بيبقى شايل قصة حقيقية أو موقف نبيل عمله حد في حياتنا. ليه بنأجل ده؟ ليه بنأجل فتح الصندوق الأبيض، الصندوق الأبيض لكل الأشخاص الحلوين والمهمين والفاعلين في حياتنا، في الدايرة اللي حوالينا، في الناس اللي نعرفهم، في أصحابنا، في جيراننا، في إخواتنا، في زمايلنا، في كل الناس اللي احنا دايما نأجل الكلمة الحلوة اللي المفروض نكون بنقولها لهم. وكمان لما احنا بنأجل الكلمة الحلوة هم نفسهم بيأجلوا الكلمة الحلوة اللي المفروض تترد لنا. دايما الكلمة الحلوة انا ببص لها على انها المراية، المراية اللي انت بتبص لنفسك فيها. لو انت بتبص لنفسك في المراية وانت مبتسم هترد لك المراية اكيد وجه مبتسم. لو انت بتبص للمراية بوجه عابس ومكتئب وحزين ومتألم اكيد المراية هترد لك الصورة نفسها بالظبط اللي انت بصيت فيها. فياريت دايما نخلينا نحتفظ في الصندوق الابيض بكل الحاجات وكل الكلام الجميل وكل التجارب الجميلة وكل المواقف الجميلة وكل القصص الجميلة وأصحاب القصص الجميلة اللي يعني في حياتنا، وإننا في الوقت المناسب، الوقت الملائم، الوقت الصح، أنا يعني نحط 50 خط تحت الوقت الصح، نفتح الصندوق الأبيض ونوزع هذا الكلام اللائق اللي يستحقه كل اللي حوالينا. هل فعلا نقدر نعمل ده؟ طب ليه ما بنعملش ده؟ طب هل هو كسل؟ طب هل هو حالة من يعني اللامبالاة؟ هل احنا بقينا مكسلين وشايفين ان الكلمة الحلوة ملهاش معنى، ملهاش قيمة اننا نتبادلها؟ ده سؤال مهم جدا لازم نسأله لنفسنا كل يوم، كل يوم لازم نسأله لنفسنا الصبح والظهر وبالليل. الصبح نسأل نفسنا فعلا محتاجين نقول لمين كلمة حلوة النهاردة يستاهلها عن حاجات حلوة عملها في الحياة، في الحياة لينا، في الحياة عموما لكل الناس اللي حواليه، لأنه أي حد بيعمل أي حاجة حلوة إحنا بينبنا من الحب جانب وينبنا من الحلاوة دي جانب. والظهر وبالليل قبل ما ننام نشوف على مدار اليوم مين الحقيقة كان يستاهل مننا كلمة حلوة ما قلناهاش، مين كان يستاهل كلمة حلوة تغير حياته، تغير دماغه، تغير حزنه لسعادة وابتسامة وتفاؤل. الكلمة الحلوة مهمة، الكلمة الحلوة لازم نعرف قيمتها، الكلمة الحلوة لازم نفتح صندوقها الأبيض ونوزع هدايانا الجميلة في الوقت المناسب على من يستحق الكلمة الحلوة. نفسي الحقيقة دايما يبقى عندنا الكلام المناسب الجميل في الوقت المناسب. وبعدين في مثل بيقول ايه، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش كلمة حلوة اسكت. فامتى نقدر اننا نتكلم وامتى نقدر نسكت؟ يعني خلينا نفكر جدا جدا في اجابة للسؤال ده، ليه ما بنقولش الكلمة الحلوة في وقتها في معادها للي يستاهلها؟ صدقوني لو لقينا الإجابة النموذجية اللي بتقول إننا لازم نقول الكلمة الحلوة اللي يستاهلها في وقتها عشان نشجعه وعشان إحنا كمان نتشجع بيه وعشان نتسند على بعض بالكلام الحلو، هتتغير
حاجات كتير في حياتنا وهتفرق حاجات كتير قوي 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 في حياتنا. كان الأستاذ فؤاد المهندس، والحقيقة من حظي الحلو والحظ الجميل أني قابلته في فترات كتير من حياته الله يرحمه، الحقيقة كان دايما شايف أن الكلمة نوع من أنواع الطبطبة، أنك تطبطب على حد بكلمة أهم من أنك تطبطب عليه بحضن، أنك تقوله الكلمة الحلوة الجميلة اللي ممكن تسعده، اللي ممكن تهون عليه، اللي ممكن تخليه حاسس بأنه زي أي عصفور في السماء يقدر يطير ويحلق إلى بعيد جدا جدا. كان الأستاذ فؤاد المهندس حريص حرص شديد جدا أنه هو يوزع كلامه الحلو الجميل على كل اللي حواليه، على عيلته، على أصحابه، على جيرانه، على زملائه. كان الأستاذ فؤاد المهندس في مسرحه مش مجرد ممثل هو نجم العمل، كان الأستاذ فؤاد المهندس قائد بيقود العمل بالكلمة الحلوة، بالكلمة اللي بتشجع، ازاي يقدر يغير مسار حياة فنان زميل له بيبدأ مشواره، ازاي يقدر ان هو بكلمة حقيقية يقدر ان هو يوجهه يشجعه يخليه حاسس ان هو قادر يطلع كل حاجة واحلى حاجة جواه. قد كده الكلمة الحلوة لو اتقالت لابنك هتخليه احسن واحد في الدنيا، لو اتقالت لزوجتك هتخليها أحسن زوجة في الدنيا، لو الزوجة قالتها لجوزها هتخليه أحسن وأقوى وأهم وأنجح راجل في الدنيا، لو قلناها لبعض الجيران لبعضها قالوا لبعضهم كلمة حلوة، كلمة حلوة عن حاجة، حد شاف حد عامل حاجة حلوة في بيته، منظف قدام بيته، زارع ورد في بلكونة بيته، لو شجعنا بعض الكلمة هتفرق والحياة هتختلف وتفضل الكلمة الحلوة بتفرق. الكلمة الحلوة تقدر انك انت تغير بيها مسار حياة انسان، الكلمة الحلوة تقدر تبدأ بيها قصة جديدة في حياة انسان، الكلمة الحلوة ممكن تجبر بخاطر حد، تجبر بخاطر حد، يا سلام اجمل حاجة انك تجبر بخاطر حد بكلمة. وزي ما بقول لكم الكلمة ما بتكلفناش حاجة ولكن قيمتها غالية جدا، عشان كده لازم كمان نبقى حريصين جدا على انه الكلمة الحلوة لما نيجي نقولها نقولها في وقتها ونقولها في مكانها ونقولها للي يستحقها، نقولها بجد، نقولها من قلبنا، نقولها من روحنا، لانها بتغير روح حد تاني بتروح له. فعلا لازم نخلي بالنا على كلامنا، هنقوله امتى ونقوله فين ونقوله لمين، بس خلي بالك بجد الكلمة بتفرق، افتكر دايما ان الكلمة بتفرق، الكلمة بتفرق، الحروف بتفرق، الكلمة ممكن تغير انسان من حظ سيء لحظ جيد، الكلمة ممكن تخلي انسان تعيس يبقى سعيد، الكلمة ممكن تخلي حد واقع في نص الطريق ومتعسر ممكن يقوم ويقف على رجله ويبقى في حال غير الحال. كتير جدا من الكلمات اللي كتبها كتابنا على مدار الأزمنة المختلفة في مقالاتهم اليومية يعني عملت صدى غير عادي عند القارئ. من أبرز الناس الحقيقة اللي كان دايما ليهم كلمة بتغير في حياة الناس كان الكاتب الكبير الراحل الأستاذ علي أمين. أستاذ علي أمين من الناس اللي فضلوا سنوات طويلة يكتبوا مقال فكرة في جريدة الأخبار، فكرة من المقالات اللي غيرت كتير في حياة الناس، فكرة كانت من المقالات اللي سابقة وقتها وسابقة عصرها وكانت دايما بتخلي الناس يعني يحسوا كده ان ايه، ان احنا عايزين نعمل حاجة حلوة وعايزين نبقى مختلفين وان الحياة ما بتنتهيش طول ما احنا قادرين على اننا نفكر وعلى اننا نعمل وعلى اننا نشتغل وعلى اننا نجرب وعلى اننا ندخل في حكايات واننا يعني دايما بقى عندنا طرق مختلفة علشان نحقق
كل أمانينا ونحقق كل نفسنا فيه. الحقيقة يمكن أنا حبيت أني وأنا بأنهي حلقة النهاردة أن أنا أفتكر هذا الأديب والصحفي والكاتب الكبير أستاذ علي أمين، اللي كان يعني من ضمن الحاجات الحلوة اللي عملها لنا في الحياة فكرة الاحتفال بعيد الأم. يعني ده كفاية جدا أن هو يكون فكر لنا ازاي نقدر يبقى عندنا يوم في السنة نحتفل ونحتفي بالأم ونجدد العطاء لكل أم. يوم مش كافي أكيد، وكل أيام السنة للأمهات، لكن في الآخر إننا نعمل كده حالة من البهجة للأم، ولو يوم واحد من 365 يوم، واليوم ده يتوافق مع بداية فصل الربيع. فالحقيقة يعني فكرة من الأفكار اللي جبرت بخاطر كتير جدا من الأمهات، ملايين الملايين من الأمهات، مش بس في مصر، في العالم العربي كله. فيعني شكرا جزيلا للأستاذ ولروح الأستاذ علي أمين اللي عمل لنا هذا العيد الجميل، عيد الأم. وشكرا لكل مقال كتبه على مدار سنوات طويلة، كان بمثابة طوء نجاة لناس كتير قوي في الحياة. احنا محتاجين الكلمة اللي تقدر تخلينا نبص للحياة بشكل افضل، محتاجين الكلمة اللي ممكن تخلينا كل يوم الصبح كده ننبسط ونبتهج ونحس ان الحياة اتخلقت عشان نعمل فيها حاجات حلوة كتير. محتاجين اننا نتبادل الكلام اللي يفرق في حياتنا، يفرق يطبطب علينا ويفرق ظهرنا، يرسم لنا ابتسامة على وشوشنا وابتسامة في أرواحنا، ويفرق في أنه يخلي الناس تأثر المسافات اللي بينها. محتاجين جدا الكلمة اللي تأثر المسافات، تأثرها بشكل جميل كده، بتخلي الناس قادرين أن هم يساعدوا بعض ويساندوا بعض. ويمكن بمناسبة الكلمة بتفرق، أنا شايف أنه دي عبارة ممكن جدا تنطبق على المبادرة الجميلة اللي احنا بدأنا نتكلم عنها من الأسبوع اللي فات، مبادرة حياة كريمة. لأن حياة كريمة فيها برضو الكلمة اللي بتفرق في إننا ننزل ندور على القرى الأكثر احتياجا في مصر، ونبقى قد كلمتنا إننا فعلا نقدم حياة كريمة ومسطورة وآمنة وإنسانية لكل إخواتنا اللي موجودين في هذه القرى الأكثر احتياجا. الكلمة بتفرق في إحساسهم بأننا شايفينهم وعارفينهم وسامعينهم وسندينهم، وعايزين نعمل كل حاجة حلوة تغير حياتهم وتخلي الأربع حيطان اللي هم عايشين فيها أربع حيطان من السعادة ومن الستر. فالكلمة بتفرق الحقيقة، تنفع تتحط كمان في مبادرات كتير، في حاجات كتير، وتبقى أسلوب من أساليب حياتنا. لأن الكلمة بتفرق من مدير لمرؤوس، وبتفرق ما بين أب لابنه، وبتفرق ما بين ابن لأبوه وابن لأمه وأم لأولادها، ومن جار لجار ومن زميل لزميل. الكلمة فعلا بتفرق. فأرجو بجد أننا من الحلقة دي وإحنا بنطلق مبادرة الكلمة بتفرق، أننا نفكر كويس قوي في كل كلمة بنقولها، نفكر كويس قوي انه كلمة مننا ممكن ازاي تغير في حياة انسان، ممكن ازاي تبدل طريقه وتبدل افكاره وترتب افكاره وترتب اوراقه. الكلمة حاجة عظيمة قوي. الكلمة ربنا سبحانه وتعالى يعني ميز بيها الانسان علشان يقدر يعمل حياة اكثر امنا، حياة سعيدة، حياة جميلة، حياة مبهجة. خلونا نختار كلامنا، خلينا دايما عارفين ان اللسان ممكن يعمل حاجات كتير جدا في حياتنا. يعني خلي كده ايه اللي حوالينا بما نقوله على ألسنتنا يقدروا ان هم يكونوا فاهميننا اكتر وشايفيننا اكتر وسعداء اكتر. الكلمة فعلا بتفرق. الكلمة فكر فيها 1000 مرة قبل ما تقولها. الكلمة اللي بتخرج اوعى تفتكر ابدا ان في كلمة بتتقال بتضيع هباء في هذا العالم. بالعكس، الكلمة من الحاجات اللي بتفضل دايما موجودة. تقابل حد بعد سنين السنين فيقولك على فكرة انت مرة قلتلي كلمة
أنا مش قادر أنساها، حطيتها حلقة في ودني ومن ساعتها أنا بعمل بيها وعملت فيا حاجات كتيرة، وممكن تبقى كلمة حلوة وممكن تبقى كلمة مش حلوة. فأرجوكم من خلال باب رزق، أنا بعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى مدينا رزق الكلمة عشان نقدر نستخدمها كده إيه بيننا وبين بعض، ونعمل حياة أفضل ونعمل حياة أجمل ونعمل حياة مختلفة، ونقدر أننا يعني نوفر على نفسنا كثير جدا من المشاكل في بيوتنا والخلافات بيننا. يعني مش معقول أبدا أكيد نخسر بعض علشان خاطر كلمة. نقدر بالمناسبة أننا نختلف في رؤية معينة أو في رأي معين، لكن أكيد ومهم أننا نختار الكلام المناسب وإحنا بنعرض وجهة نظرنا. خلصت حلقتنا النهاردة من باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري مع يسري فخراني. بكرة حلقة جديدة إن شاء الله من باب رزق.